السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. يا رب يكون الدعاء ده يعني مستجاب، لأن احنا في أحوج أن نكون هذه الأيام في أحسن صحة، عشان يتبعها أن احنا نكون في أحسن حال. الأيام دي زي ما انتم شايفين الوضع يعني سيء إلى حد ما، ولذلك أنا يعني رأيي أو نصيحتي بالناس اللي بنشوفها في التلفزيونات دي أحيانا وتهون من الموضوع وتقول إيه يعني الكوفيد 19 ولا كورونا، فيروس كورونا الجديد ده، الإنفلونزا الموسمية بتموت كل سنة في أمريكا، بس موتت السنة اللي فاتت حوالي 20,000 واحد. فإيه يعني 4,000 واحد؟ يعني أنتوا ليه بترعبوا الناس وأنتوا ليه بتخوفوا الناس؟ ده اتجاه. الاتجاه التاني ناس تقول لك لا، ده الدنيا دي هتتهد والكورونا دوت هيغزو العالم، وربما ان توقعات ان يصيب ملايين من البشر ويموت ملايين من البشر. بصراحة لا ده ولا ده مطلوب في الوقت الحالي. يعني ممنوع الاستهتار، ممنوع الاستهتار، رجاء عدم الاستهتار والتهوين والإهمال، وفي نفس الوقت ممنوع التخويف والترويع والقلق الشديد، ولكن واجب علينا الحذر، الحذر الجامد والإجراءات لأن احنا ضد عدو مجهول، ضد عدو مجهول. الإنفلونزا الموسمية عارفين ديتها، عارفينها بتيجي في الشتاء وبتنتهي، عارفين إن اللي بيصاب بيها ممكن يتجنبها بطرق معينة، في لقاحات، في انه لما يصاب يقعد في بيته عشان ما ينقلش العدوى، يعني يقعد لوحده كده عشان ما ينقلش العدوى للناس اللي حواليه، ومعروفة. لكن لحد دلوقتي الفيروس الجديد مش معروف هل هو هيبقى زي الانفلونزا، يا ترى هينتهي في الشتاء بعد الشتاء ولا هيستمر السنة كلها. دي حاجة مش معروف بيتنقل بالظبط ازاي، يعني ايه الطرق اللي بتنقل بيها كلها، احنا عارفين بعضها دلوقتي واستجد عليها حاجات تانية. يعني الأول كنا نعرف إن الفيروس في يعني في يناير بعد شهر تقريبا، آخر يناير عرفنا إن الفيروس بينتقل عن الكحة، عن طريق الكحة والسعال والإفرازات اللي بتطلع من فم المريض بيها، ماشي. وكان وقتها قلنا إنه ما بيتنقلش بالهواء، وإنه بياخد إن يكفي مسافة متر من المريض أو مترين للوقاية. جه بعدها اتعرف ان الفيروس بيقعد على الاسطح يمكن لمدة 12 14 ساعة، يعني الرذاذ اللي طالع من مع كحة وسعال او عطس المريض ممكن يجي على الاسطح والمقابض ويتنته حوالي 12 ساعة حي. يعني انت لو دخلت اي مكان كان فيه مريض والمكان ده لم يعقم، احتمال الاصابة تجيلك من طريق عن طريق لمس أي حاجة موجودة في المكان ده، فدي زودت طرق العدوى. حاليا بعد دراسات طلعتها الصين، طبعا هي الصين أقدر دولة أنها تعمل دراسات على هذا الموضوع، ليه؟ لأنهم عندهم أكبر عدد من الإصابات، يعني أكتر من نص إصابات العالم كلها ما زالت في الصين، بالرغم أن الصين سيطرت ومتحكمة بقالها يجي أسبوعين، يمكن لحد دلوقتي أكتر من 8,000 و500 إصابة ما زالت في الصين، لكن الصين قدرت تحقق إنجاز رهيب وغير وارد سابقا، وبإجراءات استثنائية هي وكوريا الجنوبية قدروا يحققوا إن عدد الإصابات اليومية تنخفض، لدرجة إن النهاردة الإصابات الجديدة في الصين حاجة وعشرين، بعد ما كانت بالألف ومرة وصلت 2000، النهاردة وصلت إلى حاجة وعشرين، والوفيات برضو عدد محدود. والكلام ده برضو يتطبق على كوريا الجنوبية. فالصين هي أقدر دولة على عمل الدراسات حاليا، لأن عندها كمية هائلة من الحالات، ولكنها بتشارك الدول التانية في الدراسات بتاعتها والنتائج بتاعتها. فنرجع ونقول إن الدراسة اللي تمت في الصين وأعلنت حديثا إيه هي؟ إن الفيروس ممكن يتنته في الهواء، يتطاير في الهواء ويتنته عالق في الهواء لمدة نص ساعة. يبقى كده في 3 طرق لنقل العدوى. الأولى إنك تكون قريب جدا من المريض، ماشي، في وهو موجود قريب منك، وتاخد العدوى عن طريق
الرذاذ اللي بيطلع منه أثناء الكحة والسعال والعطس وما إلى ذلك. الطريقة الثانية إنك أنت تلمس السطح ملوث بأي إفرازات فيها الفيروس. الطريقة الثالثة إن أنت تاخده بالنفس من الهواء. يعني لو كنت رحت مكان كان هذا المكان فيه مريض أو مصاب بالفيروس، خلال نص ساعة ممكن قوي تاخد العدوى من هذا المكان. وده تفسير طريقة الانتشار التي ذكرت حديث. هي طرق الانتشار بتتم إزاي؟ في الأول person to person، يعني شخص لشخص. لازم أنا أشوف شخص يعديني، يبقى ده person to person. لا، دلوقتي بقت حاجة اسمها community spread. community spread عدوى مجتمعية، يعني عدوى. وده هو ده ليه في عدوى في المجتمع، أو ما معنى هذا المصطلح؟ معناها إن نلاقي واحد مصاب وما نعرفش جات له العدوى منين. person to person، شخص لشخص. المصاب بمتابعة بنلاقيه كان مع أو جه قريب من واحد مصاب تاني، ماشي؟ وده سهل نتتبع الحالة، نشوف المصاب الأولاني أنت جات لك العدوى من ده، ونشوف المحيطين بيهم ونعمل لهم، نحطهم تحت الفحص، وممكن نحطهم تحت الحجر الصحي. لكن العدوى المجتمعية في فيروس مش واحد جات له إصابة وتتبعه الناس اللي هو اتعامل معهم خلال الأسبوعين اللي فاتوا اللي يعرفهم طبعا، ما فيش حد منهم مصاب، يبقى دي عدوى، يبقى الفيروس موجود في المجتمع. ربما انه تعادى وهو راكب أتوبيس، طبعا مش معقولة هو يعرف مين كان راكب مع الأتوبيس، فهو تعادى والفيروس برضو اللي عدده احتمال يعدي ناس تاني. ربما راكب مواصلة مواصلات، ربما كان في السوق، ربما كان في المركز التجاري، ربما كان في أي مكان. المهم ما نقدرش نعرف العدوى جات له منين، ودي خطيرة جدا. وهو ده السبب اللي بيخليهم، اللي خلت الصين تقرر، وكان الكلام ده في يناير، مش في أول يناير، يمكن في نص يناير، إنها تغلق مدينة يوهان وإقليم خوبي أو هوبي. والإجراء ده خلى الصين تنجح في إنها تسيطر على الفيروس. والنهاردة إيطاليا تتبعت نفس الإجراء، بإنها مش بس كانت الأول قافلة المنطقة الشمالية عملالها لك، حاليا قفلت إيطاليا كلها، ممنوع الخروج أو الدخول إلى إيطاليا، وممنوع الانتقال داخل إيطاليا من مدينة للتاني. ليه؟ لأن بقى في حاجة اسمها عدوى community spread، فعايزين يقفلوا المجتمعات عشان الفيروس ما ينتقلش من مجتمع لمجتمع، يبقى الفيروس موجود في هذا المجتمع ويقدروا إلى حد ما يطهر كل مجتمع، يطهر البيئة بتاعته ويعقمها كويس. الكلام ده معناه إيه؟ ما الكلام ده معناه خطير جدا جدا، معناه خطير جدا جدا، ويستدعي عدم الاستهتار، يعني زي اللي احنا شايفينه في مصر. يعني استهتار، يعني الله يكون في عون المصريين اللي عايشين في مصر، الله يكون في عونهم بصراحة. يعني اما يتشدقوا يقول لك السياحة في امان. انا ما احبش اتكلم قوي في السياسة، لكن برضو في حاجات يعني الواحد بيفيض بالكيل. صحيح انا مش عايز في مصر من 30 سنة ولا حاجة، لكن برضو يعني حتى لو أنا مش مصري خالص بيصعب علي الناس اللي هناك لما يتشدق المسؤولين. السياحة مفتوحة والسياحة في أمان، أمال الباخرة اللي طلع منها كم مصاب ده إيه؟ والسياح اللي رجعوا من مصر ومصابين دول إيه لما السياحة في أمان؟ وبعدين فتح بلد، يعني أنت يا أصحاب القرار في مصر من يناير لحد النهاردة حصلتوا قد إيه من السياحة؟ والنهاردة بتصرفوا قد إيه على مكافحة الفيروس؟ بالعقل كده. المهم نخلينا دلوقتي ونشوف الأخبار بتاعت الفيروس حوالين العالم. زي ما قلت لكم كده إن يعني هنا في الفلبين زادت الحالات 2، وصلت عدد الحالات إلى 35. مصر كانت آخر المعلومات عندي إن هي وصلت إلى 59 أو 60 حالة. يعني كل الدول بتزيد فيها الحالات بنسب متفاوتة، بس أكتر دولة متبهدلة في الوقت الحالي، أو أكتر دولتين متبهدلين في أكتر عدد إصابات وأكتر عدد وفيات، هما إيطاليا وإيران. إيه السبب؟ يعني في دول عدد الحالات فيها
هي إيطاليا ويمكن كوريا الجنوبية، عدد الحالات هي، بس الحالات الوفاة في كوريا الجنوبية قليلة جدا، حالات الوفاة في إيطاليا عالية جدا. هل ده ربما يكون نتيجة عدم اتخاذ إجراءات علاجية قوية؟ يعني إيطاليا ما أعرفش، يعني إيطاليا ليه عدد الوفيات؟ إيران يمكن نفهم أن إيران فيها عدد وفيات عالية، لأن إيران النظام الصحي فيها يمكن معروف أنه هو يعني متدني مش متقدم، لكن إيطاليا دي دولة أوروبية والنظام الصحي فيها عالي. إيه السر في أن نسبة الوفيات فيها عالية جدا مقارنة بدولة زي كوريا الجنوبية؟ كوريا الجنوبية نسبة الوفيات فيها منخفضة جدا جدا، بالرغم أن الفيروس هو هو وعدد الإصابات هي. فخلينا نشوف التقرير بتاع النهاردة الخاص بحول العالم، الإصابات الجديدة وعدد الوفيات، ويا ترى الفرق بين ده وده يبشر ولا يخلينا مازلنا قلقين. خلينا نشوف التقرير النهاردة اللي قصادي، بيقول إن عدد الحالات الجديدة 119 ألف، وأمس كانت الحالات زي ما انتم شايفين كده 114 ألف، يعني في زيادة يدخل على الزيادة في عدد الحالات الجديدة المصابة 4767، عدد الحالات التي شفيت 66,619، فارق عن امبارح ب 2528 حالة. يبقى عندنا إصابات جديدة 4775 والحالات الشفاء 2528. كلام معناه ان عدد الحالات على مستوى العالم النشطة المحجوزة في المستشفيات او في العزل اكتر، بتزيد كل يوم. فارق ما بين النهاردة وامبارح تقريبا كان زي الفارق من امبارح واول امبارح، لكن لو رجعنا كمان يوم هنلاقي اسوأ شوية. يعني احنا مع الوقت من يوم 8 ل 9 ومن 9 ل 10 ومن 10 للنهاردة 11، الأمور عدد الحالات الفارق الحالات الجديدة التي تكتشف يوميا حول العالم بتزيد شوية شوية. ما زال عدد الوفيات الفارق عن امبارح 171 حالة، بقت مع ان امبارح واول امبارح كان الفارق بينهم ما يكملش 40 45 حالة، لكن النهاردة عن امبارح 171 حالة، يعني عدد الوفيات زاد النهاردة، عدد الوفيات الجديد زاد النهاردة عن العدد اللي كان امبارح. الدول بقى اللي حاليا وصل لها الفيروس تقريبا معظم دول العالم 119 دولة، بس ما زال منظمة الصحة العالمية عند ما عملتش رقم جديد لمعدل الوفيات، ما زال 4.3. خلينا نشوف بعض الدول، الجدول بتاع بعض الدول اللي مصابة بأعداد كبيرة. ده الجدول لو شايفين هنا الصين، صحيح هي فيها أكتر عدد إصابات في العالم ما زال، لكن شوفوا عدد الحالات الجديدة كم، 24 حالة، وده كده إجمالي الحالات من يوم ما ابتدى عندهم الفيروس. المهم الحالات الجديدة عندهم 24 حالة، وحالات الوفاة الجديدة 22 حالة، أرقام مش كبيرة. ماشي، إيطاليا اللي أحوالها بتسوء يوم بعد يوم، هي وإيران. كانت من أسبوع كانت ساوث كوريا ديت كانت في الرقم الثاني، كانت أكتر عدد حالات إصابات جديدة وأكتر عدد حالات وفاة. النهاردة كوريا الجنوبية بقت في المرتبة الرابعة لأنها بدأت تتحكم. عدد الوفاة كان امبارح 7700 وشوية، عدد الوفيات 277. امبارح كانت كوريا وإيطاليا عدد الإصابات هي إجمالي الإصابات هي إجمالي الإصابات كانت هي، بس اللي زود في إيطاليا إن الإصابات الجديدة دخل على 1000 إصابة جديدة، والأسوأ من كده الوفيات وصلت إلى 631 وفاة. 631 وفاة دي نسبة عالية جدا بالنسبة لعدد الحالات، لأن تخش نسبة عالية 10,000 إصابة مات منهم، يعني لو قلنا 1000 10%، ال 10,000 لو ماتوا منهم 1000 10%، فدول كده 6%.
نسبة الوفاة في إيطاليا 6%، والدولة الثانية اللي هي إيران 8000 الإصابات، عدد الإصابات الإجمالية حاليا 8942. إيران عدد الإصابات 8042، والحالات الجديدة برضو نسبتها عالية 881 حالة، نسبة الوفيات فيها 291، يعني أكتر من تدخل لها في 3%. كوريا أقل من 1%، يعني 7700 حالة، الوفيات 61، يعني أقل من 1%. كل بقى دول أوروبا زي ما انتم شايفين كده يعني متبهدلة بصراحة من ناحية عدد الحالات. فرنسا 1784، إسبانيا 1695، جيرماني 1000. بس جيرماني شوفوا عدد الحالات كام وعدد الوفيات قديه، نسبة قليلة جدا بصراحة، يعني كسر من 1%، يعني حالتين وفاة من ضمن 1500 حالة، حاجة ما تطلعش حتى 2.10%. وده طبعا مرجوع إلى النظام الصحي في ألمانيا، ما فيش شك هو السبب في هذا نسبة الوفاة البسيطة دي. أمريكا داخلين على 1000 حالة، عدد الحالات الجديدة 274 حالة، الوفاة وصلوا إلى 30 حالة وفاة، يعني 4 حالات وفاة جديدة. اليابان لو فاكرين في الأول خالص من أسبوعين أو ثلاثة كانت في المقدمة بعد كوريا، كانت كوريا الثانية واليابان كانت رقم ثلاثة. اليابان عرفت مسيطرة جامد برضو إلى حد ما، شوفوا عدد الحالات واقفة بقى لها مدة، الزيادة برضو 75 حالة، وعدد الوفيات 12 حالة. بقيت بقى أوروبا، بريطانيا، سويدن، كل أوروبا كانوا الأول يقول لك الفيروس ده أصله مخصص إيه أو بيميل إلى الأسيان أكتر، الأسيويين، لا هو راح لأوروبا كلها. في عندك سنغافور وماليزيا وهونغ كونغ، هونغ كونغ برضو كانت من أسوأ، يعني كانت من أكتر البلاد إصابة، دلوقتي تراجعت تماما ما بقتش موجودة في العشرة اللي فوق. عدد الحالات 121 حالة وبزيادة 5 حالات والوفيات 3 حالات فقط لا غير. الدول العربية ما زالت الحالات في الدول العربية ضعيفة، مش العدد مش شديد، بس هو الخوف كله ان العدد يزيد، ان الفيروس يتمكن من المجتمع الدول العربية جميعا. النظام الصحي فيها متواضع، يعني لو الفيروس ما عرفناش نسيطر عليه في الدول العربية ممكن يفتك بملايين من العرب. فالبحرين 110، بعدها في الدول العربية الإمارات 74 والعراق 71، ودول ثلاثة دول أقرب دول لإيران، فانعكست الحالة في إيران عليهم. الكويت 69، وبعدين عندنا بقى لبنان 52 حالة، فيش وفيات الحمد لله، الوفيات في الدول العربية ضعيفة، يعني يمكن هي لبنان اللي فيها حالة وفاة واحدة، بقى مصر برضو فيها حالة وفاة واحدة، الفلبين 33 حالة، هي 35 يعني سمعت النهاردة الصبح في 2 كمان بقى من 35، وبرضو الفلبين فيها حالة وفاة واحدة. قطر 24 حالة بزيادة 6 حالات، ما فيش وفيات، ربنا يسترها، يعني هو العدد قليل الإصابات ما زال في البلاد العربية. السعودية 20 حالة، ما فيش حاجات جديدة، كويس. عندنا بقى ما المصر فين؟ المصر أنا عديتها، جبت 59 حالة، ما فيش إصابات جديدة النهاردة وحالة وفاة واحدة. ده حال الدول العربية زي ما انتم شايفين كده، وحال العالم كله، أسوأ دولتين في العالم في الوقت الحالي هم إيران وإيطاليا. زي ما شفنا في التقارير كده ما زال الفيروس بينتقل، فيروس كورونا الجديد أو كوفيد 19، ما زال في عدد حالات جديدة بتظهر كل يوم، بل بالعكس عدد الحالات الجديدة اللي بتكتشف كل يوم أكتر من مستوى أو عدد الحالات التي يتم شفائها تماما. فالدول العربية ما زال عدد الحالات اللي فيها محدود، ونرجو إن هو يكون محدود كده، ونرجو إن هم يقدروا يتحكموا فيه، وأرجو برضو إن العرب جميعا الدول العربية والحكومات ما تستهترش بالموضوع وما تتناولهوش ببساطة. الموضوع مهم لأن إحنا زي ما قلت قبل كده ضد فيروس ما نعرفش ديته إيه، ما نعرفش هيوصل لحد فين، طول ما هو موجود وطول كمان ما فيش علاج ولا لقاح ليه يبقى قلقانين منه، ولازم نبقى محتاطين تماما.
لكن مجرد إن شاء الله ما يظهر علاج أو لقاح يبقى الأمور أصبحت ميسورة، وده من الفيروسات الخطيرة لأنها بتنتشر بطريقة لا يمكن أن تمنعها. هي دي المشكلة، منع انتشار الفيروس من الأمور التي تعتبر من الاستحالة أنك تمنعها. يعني لو الفيروس بقى مستوطن في بلد ما، يعني هتمنحها إزاي؟ هتمنع الناس أنها تتنفس؟ هتمنع الناس أنها تتحرك؟ هو ممكن حاليا تمنع تعمل عملية حجر صحي لمدينة كاملة، لدولة كاملة، لفترة مؤقتة إلى أنك أنت تقضي على الفيروس. لكن لو ما قضيتش على الفيروس هتعمل إيه؟ فالفيروس هيتنته موجود في المجتمع ويتنه ممثل مشكلة صحية طول العمر. فربنا إن شاء الله ييسر ويوفق الدول والحكومات أنها تقضي عليه زي ما قضت على السارس والميرس وغيرها من الفيروسات اللي جت قبل كده. ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.